منذ نجاح العملات الرقمية مثل البيتكوين، استطاعت التكنولوجيا التي تعطي العملات الرقمية علامتها التجارية الشهيرة أن تأخذ الأضواء، نظراً لقدرتها على تشفير العملات وجعلها لا مركزية. وازداد اهتمام العامة بشكل متزايد بتكنولوجيا سلسلة الكتل البلوكتشين التي هي الأساس وراء البيتكوين والإيثريوم وعدد من العملات الرقمية الأخرى. ولكن على الرغم من ازدياد شعبية هذه التكنولوجيا، لا يزال هناك ارتباك من قبل البعض الذين لم يستطيعوا فهم تعقيدات آلية عملها، ولم يتمكنوا من الاستفادة من ميزاتها الكبيرة والفرصة التي تخلقها. فالشبكات المبنية على هذه التكنولوجيا والتطبيقات اللامركزية والسجلات الموزعة أصبحت الأساس لكثير من حياتنا الرقمية، سواء أدركنا ذلك أم لا، وآثارها كبيرة للغاية. ببساطة، هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على الاحتفاظ بقائمة سجلات عامة. هذه السجلات تسمى بالكتل، تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة، بحيث يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة ضمنها، وبالتالي تسلسل كل هذه الكتل مع بعضها، لذا سميت بسلسلة الكتل أو البلوكتشين. وهي تنمو باستمرار بمجرد تسجيل المعاملات وإضافتها إلى السلسلة في ترتيب زمني ككتلة منتهية. وتعد هذه العملية بأكملها مشفرة، ويمكن التحقق منها بسهولة، ولكن لا يمكن تعديلها. ويرجع ذلك إلى الطابع اللوجستي لسلسلة الكتل التي تحتفظ بها شبكة عالمية يشار إليها بنقاط التوزيع. لكل نقطة توزيع نسخة من سلسلة الكتل التي يتم تحميلها تلقائيا. وهذا يعني أن سلسلة الكتل البلوكتشين ليس لديها سلطة مركزية أو طرف ثالث يقوم بعملية التشغيل، ويضمن ذلك عدم وجود مجال للفشل أو التأثر. وتلغي تكنولوجيا سلسلة الكتل الحاجة إلى الوسطاء مثل البنوك، حيث يمكن التحقق من كل معاملة على حدة من خلال السجلات الموجودة عبر الشبكة، حيث صممت سلسلة الكتل بطريقة غير قابلة للتغيير، لذا لا يمكن تغيير أو حذف أو تعديل أي سجل، وتضاف الكتل بشكل مشفر وآمن من أي تدخل. تسمح هذه التكنولوجيا بالمصادقة والتعامل بشكل فوري وآمن ودون وسطاء مكلفين. ووضع مفهوم سلسلة الكتل بالأساس عام 2008 كطريقة لحساب البيتكوين، وارتبط تاريخ نشأتها بشكل وثيق مع تاريخ العملة الرقمية، ولكن إمكاناتها الهائلة ما هي إلا بداية عبر العالم الرقمي. وعلى الرغم من أنها حتى الآن تستخدم بشكل كبير للتحقق من المعاملات المالية داخل العملات الرقمية، إلا أنه من الناحية النظرية والعملية من الممكن تشفير وإدخال أنواع مختلفة من الوثائق أو الأصول الرقمية إلى سلسلة الكتل. وهذا ما يجعل هذه التكنولوجيا مفيدة بشكل لا يصدق وقابلة للتأقلم. بدأت بعض الشركات بالفعل استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في كل شيء، كالخدمات المصرفية وتحديد الهوية لتتبع الأصول وإدارة التوريدات، ومن المرجح أن يزداد استخدامها في المستقبل.